بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله تعالى معانا يعني عالمة من العلماء الشباب، وهي متميزة جدا، دكتورة مي مرسي. والدكتورة مي الحقيقة اقترحت علينا اقتراح خاص بالمحاضرة الخاصة بالـ HPLC، وطبعا دائما يعني نسعد بوجود العلماء الشباب معانا في المنصة، وبنشجع وجودهم معانا، وبالذات لما بيبقوا عندهم شغل رائع بيحبوا ان هم يشيروه ويشاركوه معانا. الدكتورة مي من السي في بتاعها اللي انا شفته والشغل اللي انا اتعرض عليا، لقيتها هي متميزة جدا في المجال بتاعها، ومن الشباب والعلماء المتميزين، وخاصة في مجال الـ HPLC وكيفية استخدامه في عمل الاناليسيس بيه والتطبيقات المختلفة. وده من الموضوعات اللي كتير منا ما بيستخدموش للأسف في شغله، مع انه مهم جدا جدا وبيدينا انسايتس او رؤية افضل بكتير على الشغل بتاع المولوكولر بيولوجي، وخاصة بالبروتين. وده من الحاجات اللي اشتغلت فيها وبكثرة في الفترات الأخيرة في ألمانيا ومع الدول، لما ابتدينا نشتغل في ازاي نعزل الكومبوننت اللي هي المهمة او المكونات الهامة الحيوية اللي داخل خاصة النباتات الطبية وغيرها من النباتات، وازاي ممكن نستخدمها زي الانتي مايكروبيال كومباوند وحاجات كثيرة من هذا الشكل. ينقصنا كثيرا او ينقص الشباب بتاعنا كثيرا كيفية التعامل مع الجهاز، وكيفية معرفة التطبيقات بتاعته، وكيفية تحضير العينات، وكيفية ازاي نقوم بالتجربة بشكل مظبوط. وده اللي حاولت ان انا اكلم فيه الدكتورة مي ان احنا نعرضه بشكل كويس على هيئة محاضرة، وممكن ان شاء الله قريبا نعمل فيه دورة مع منصة علماء النخبة بالتعاون مع الدكتورة مي، وفي طبعا علماء اخرين كمان كانوا داخلين يشرحوا بعض النقاط الهامة في هذا الموضوع. واتجاهنا القادم مش بس هيبقى محاضرات اللي بنعملها اونلاين زي الار والباي انفورماتكس والاس بي سي اس وغيرها من المحاضرات والدورات ديت، ولكن كمان باذن الله تعالى هنعمل دورات في ازاي تخش المعمل، وايه اللي تقدر تعمله بالظبط لما تتعامل مع العينات المعمليه. طيب انا هحاول بس اسال المنظمين، هل الصوت واضح؟ الصوت بتاعي واضح؟ واضح يا دكتور. واضح طيب تمام، والصوره واضحه؟ واضح يا دكتور تمام. طيب هو في بعض الزملاء بيبقى على الشات بيقولوا الصوت والصورة، فواضح ان ممكن تكون مشكلة نت أو حاجة. ممكن، لكن هو انا اعتقد الحمد لله كويس، الناس بتقول الصورة والصوت واضحين تمام. طيب اتفضلي يا دكتورة مي، ومش هتشرفينا دائما في المنصة، واحنا هننتظر حضرتك بعد ما تخلصي، هنوقف الاسئلة خالص. اول ما حضرتك ان شاء الله هتخلصي باذن الله نشوف الاسئلة اللي مكتوبة في الشات ونرد عليها باذن الله تعالى. اتفضلي يا دكتورة مي. قبل ما أبدأ أحب أشكر الدكتور أحمد منصور، بصراحة مقدمة رائعة أكثر من رائعة بجد. متشكرة جدا جدا على استضافة حضرتك ليا في هذه المنصة العريقة، بصراحة ما شاء الله، وعلى جهد حضرتك الدؤوب المستمر لإعلاء شأن هذه المنصة. ف يعني أتوجه لحضرتك بالشكر والعرفان، وربنا يكرم حضرتك يا رب. ربنا يخليك نبدأ ألف بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا النهاردة عن الفارماكوجنوستيكال ستادي اوف ميديسينال بلانت. طيب في البداية بس أنا عايزة أعرف يعني إيه كلمة فارماكوجنيزي. فارماكوجنيزي دي كلمة مشتقة من كلمتين إغريقيتين اللي هما عبارة عن فارماكون اللي هو الدراج، ونوزيس يعني نوليدج، يعني الكلمة كلها عبارة عن knowledge of the drug، يعني معرفة الدراج. طب يعني ايه معرفة الدراج؟ او انا عايزة اعرف عنه ايه؟ انا عايزة اعرف إيه، عبارة عن دراسة اللي انا بجمع النبات، بعمل literature عن النبات، بجمع عليه من المكتبة، من النت، من كتب كتير، بجمع عن النبات كل المعلومات المتاحة عنه، ببدأ اتعرف عليه، ببدأ اتعرف على الفيزيكال كاركترز بتاعته، sensory كاركترز، اللون، الطعم، الريحه، الكيميكال كاركترز بتاعته، الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه بالظبط. ببدا في الاخر اتعرف على ايه هي البيولوجي اكتيفيتي بتاعته،
يا ترى ده بيستخدم كانتي كانسر، انتي دايابيتك، انتي مايكروبيال، انتي هايبرتنسيف، بيستخدم في ايه بالظبط؟ برضو الموضوع ده بيفيدني ان انا اثناء البحث والدراسه بتعرف على نيو دراجز فروم ناتشرال سورس، وممكن اوصل لنيو كومباوند ان ذا ناتشر بيعالج ديزيز معين. طيب ده كده معنى الفارماكوجنيزي. ده كده ملخص مخطط كده، ايه ملخص عن ايه انا بعمل ايه من ساعه ما بمسك النبات بتاعي. وده ان شاء الله لو في فرصه ان شاء الله في المحاضرات القادمه ندرس بقى بالتفصيل كل حاجه. اللي هو اول حاجه عندي دراج سورس ايدنتيفيكيشن، زي ما احنا قلنا بتعرف على الدراج بتاعي، ببدا اعمل له بعد كده كوليكشن بجمعه، ببدا بعد كده اعمل له عمليه دراينج انشفه كويس. طيب نشفته، انا عايزه بعد كده ابدا في عمليه الاكستراكشن اللي هو استخلاص الماده الفعاله من النبات بتاعي. انا بحثت كويس وعرفت ان المواد الفعاله اللي انا عايزاها زي موجوده في الليف الورق بتاع النبات ده، فهبدا اجيب الورق وانشفه كويس عشان استخلص المواد الفعاله اللي موجوده في الورق. الاكستراكت بتاعي بيبقى في الاخر جزء كده فيسكس عامل زي العسل الاسود، فده الاكستراكشن اللي فيه كل الكومبوننت اللي انا محتاجاها. ببدا الاكستراكت ده بعد كده اعمل له عمليه فراكشنيشن اللي هو التجزئه، وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. بعد ما جزأته لاجزاء ببدا اعمل بقى ايه الكروماتوجرافيك سيباريشن، اللي انا عايزه اوصل لخطوه فصل المركبات بتاعتي من الاكستراكت ده. هفصل المركبات بطرق كتير، في طرق كتير جدا هنتكلم عليها بالتفصيل. انا عايزه استخدمها عشان اوصل للبيور كومباوند بتاعي. طيب خلاص وصلت للبيور كومباوند، بقى عندي فايل كده عايز محتاجه منه ايه، محتاجه بقى اعرف هو عباره عن ايه. فهبدا اعمل استراكشر الستيشن اللي هي السبكتروسكوبيك ايدنتيفيكيشن اوف ذا ايزوليتد كومباوند، ابعته بقى بروتون ان ام ار كربون سيرتين انفراريد الترا فايلوت ماس عشان اوصل لكل الريزلت بتاعتي دي، ومن الريزلت دي اقدر اوصل للاستراكشر بتاع المركب، اعرف ده عباره عن ايه بالظبط. خلاص عرفت المركب وتعرفت عليه ووصلت للاستراكشر بتاعه، ابدا اشوف ايه هي البيولوجي اكتيفيتي بتاعته، ابقى اشوف بقى ابعته اشوف الاكتيفيتي بتاعته كانتي كانسر كانتي دايابيتيك انتي مايكروبيال اند سو اون. فده المخطط من ساعه ما بتعرف على النبات لغايه ما بشوف ايه هي البيولوجي اكتيفيتي بتاعته. الاوت لاينز اوف ذا ورك اللي هنتكلم عليها، اول حاجه هنتكلم ان شاء الله عن الاكستراكشن تكنيكس اوف ميديسينال بلانت، ايه هي طرق الاستخلاص المختلفه، ايه هي طرق الكروماتوجرافي اللي انا هستخدمها كتير قوي هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله. الاستراكشر اوليستيشن اوف ناتشر برودكت، عندي برضو تكنيك اللي هو الالترا بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي الكترو سبراي ايونيزيشن كابلد ويز ماس، يعني اتش بي ال سي كابلد مع يونت ماس هنتكلم عليها. وهنتكلم على الاتش بي سي ال سي، ده برضه نيو تكنيك اللي هو الهاي بيرفورمانس ليان كروماتوجرافي. هنتكلم عن البيولوجي اكتيفيتي، هنتكلم برضه عن الماكرو والمايكرو مورفولوجيكال ستادي اوف ديفرنت اورجانز اوف ذا بلانت، شكل النبات من بره شكله الظاهري وشكله تحت الميكروسكوب، فده برضه هيفيدني ان انا اتعرف النبات ده عباره عن ايه الايدنتيتي بتاعته، واتعرف ده بيوريفاي اور نوت. لو مسكنا اول خطوه كده في عجاله، نمسك كل خطوه كده نتكلم عليها بسرعه، اللي هي عباره عن ايه اول خطوه بتاعتي، اللي انا جبت النبات ونشفته وعايزه استخلص المواد الفعاله اللي موجوده جوه النبات بتاعي ده. يعني ايه كلمه اكستراكشن؟ اكستراكشن دي عباره عن الخطوه الاوليه الاساسيه اللي انا بيها اقدر افصل المواد الفعاله بتاعتي من الرو ماتيريال. يعني مثلا انا عندي الليف بتاعتي في شكلها المبدئي الاولي ده الورق بتاع النبات، انا عايزه اطلع منه بقى الاكستراكت بتاعي اللي هو في المواد الفعاله، فده عمليه الاكستراكشن. طيب المواد الفعاله دي ممكن تبقى عباره عن ايه؟ ممكن تبقى الكالويد، ممكن تبقى فلافونويد، جلايكوسايد، فينوليك كومباوند. طيب المواد دي انا هستفيد منها ايه؟ لا ده لها اكتيفيتي عاليه جدا، بتستخدم كانتي اوكسيدانت، انتي كانسر، انتي مايكروبيال، انتي دايابيتيك اند سو اون. فده معنى عمليه الاكستراكشن. طيب الاكستراكشن ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انا عندي حاجتين اتنين بالظبط، بلانت سيل والسولفنت زي في الصوره الاولانيه كده. السولفنت هيبدا يعمل بنتريشن جوه البلانت سيل،
هيبدا يحصل لها سويلنج. بعد ما حصل لها سويلنج هيبدا الاكستراكتيف سبستانس اللي عندي اللي جوه البلانت سيل هتذوب في السولفنت. طيب بعد ما ذابت في السولفنت هيبدا في الصوره رقم 3 يحصل لها ديفيوز اوت سايد البلانت سيل، ومن ثم اقدر اعمل كوليكشن للاكستراكتيف سبستانس بتاعتي اللي انا محتاجاها. فدي الخطوه الاساسيه لاي حاجه. طيب بسرعه كده هنشوف ايه هي الستبس الانفولفد ان اكستراكشن. طبعا بيعتمد الخطوات عندي في عمليه الاكستراكشن بتعتمد ان اول حاجه واهم حاجه بصراحه اللي هو البارتكل سايز بتاعتي تبقى فاين، اطحنها كويس جدا جدا جدا. ليه؟ عشان السولفنت يقدر يعمل بنتريشن جوه البلانت سيل جوه البارتكلز دي، فيقدر ياخد كل المواد الفعاله اللي انا محتاجاها. طيب افرض اللي انا ما طحنتش كويس وكان البارتكلز بتاعتي كورس كبيره كده ولا الهواء، السولفنت انا هفتكر ان انا عامله اكستراكشن كويس وهسيب الماده بتاعتي مع السولفنت منقوعه لمده معينه وهفتكر ان انا خلاص تمام التمام كده، وهو في المقابل ان الماده بتاعتي كبيره فالسولفنت مش قادر يخترقها كويس، وبالتالي كل المواد الفعاله مش هحصل لها اكستراكشن، وده بالتالي هيأثر لي على كميه الاكستراكت في الاخر اللي هحصل عليها. فبدل ما اوفر في الخطوه دي واللي انا المفروض طحنت كويس هرجع اعمل الخطوه دي تاني وتالت عشان الخطوه دي ما تمتش بنسبه 100%. تاني حاجه عندي الاكستراكشن هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله. عندي بعد كده عمليه الفلتريشن، انا ببساطه نقعت الماده بتاعتي مع السولفنت لمده معينه، عايزه بعد كده افلتر. الفلتره دي عباره عن السولفنت بتاعي مع الاكستراكتيف سبستانس اللي انا محتاجاها. يبقى انا افلتر اجيب فلاسك او اجيب كونتينر وعليها قمح، والقمح بيبقى فيه قطنه كده، القطنه مبلوله بالسولفنت اللي انا نقع بيه النبات، وابدا افلتر. الفلتريت اللي نازل في الكونتينر ده هاخده اركزه، واللي موجود على القمح ده المارك اللي هو التفل بتاعي، التفل بتاع النبات اللي انا هقدر ارجعه تاني للكونتينر اللي كان فيه النقع، واقدر احط عليه السولفنت تاني وانقع مره واثنين وثلاثه لغايه ما البلانت يبقى كومبليت ابسورب. طيب انا خدت الفلتريت ده المفروض اركزه عشان احصل على الاكستراكت بتاعي. هركزه على جهاز زي ما احنا شايفين كده اللي هو الروتري او الروتا فيبر. ببساطه خالص بيعتمد على ان الفلتريت بتاعي اللي هو السولفنت مع الاكستراكت سبستانس موجود في الفلاسكه هنا. اقفلها بكليبسه، وهنا عندي باكيوم بام بقفلها برده، وعندي هنا الفلاسكه بتبقى موجوده في ووتر باس. ببدا اظبط درجه الحراره بحيث ان درجه الحراره تعمل لي بويلنج للسولفنت، وفي نفس الوقت ما تاثرليش على الماده الفعاله بتاعتي ومش تكسرها. طيب هبدا هنا هاند بنزلها وهيبدا الفلاسكه دي تنزل جوه الووتر باس. بشغل الجهاز، الفلاسكه دي بيحصل لها روتيشن، وبرده بيبدا السولفنت يحصل له بويلنج، وبعد كده ايفابوريشن بيدخل على الكوندنسر بيبرده بيعمل له كولينج، وبيبدا ينزل على هيئه دروبليت في الريسيفر فلاسك. فالريسيفر فلاسك دي في النهايه بتبقى محتويه على البيور سولفنت بتاعي اللي انا ممكن استخدمه كذا مره وارجع انقع بيه تاني، لكن هنا بيبقى موجوده عندي الاكستراكت بتاعي اللي هو الريزيديو اللي هي خلاص بقى الاكستراكت اللي فيه كل الكومبوننت اللي انا محتاجاها وعايزه افصلها. فده كده موضوع الاكستراكشن. في طبعا طرق كتير هنبقى نتكلم عليها بالتفصيل باذن الله تعالى. عندي ماتريشن، دايجيشن، ديفوكشن، انفيوجن، بيركوليشن، توكسليت، مايكروويف اسيستد، سوبر كريتيكال فلويد، كاونتر كارنت، اند ديستليشن. طيب عملت الاكستراكشن وحصلت على الاكستراكت بتاعي اللي هو قلنا بيبقى فيسكوس كده عامل زي العسل الاسود. هعمل بيه ايه بعد كده؟ المفروض هعمل له فراكشنيشن، هعمل له تجزئه. تجزئه يبقى بستخدم السيبريتنج فانل اللي موجوده قدامي. السيبريتنج فانل دي بحط فيها الاكستراكت بتاعي ازاي؟ باخد الاكستراكت بدوبه في ميثانول ووتر بنسبه 1:9 وابدا احط الاكستراكت بتاعي وابدا اضيف السولفنت بتاعتي. بس ايه؟ هستخدم السولفنت من اللو بولاريتي للهاي بولاريتي، يعني ابدا اضيف الاول
السولفنت اللي هو اللو بولر، وليكن زي السكيما كده اللي انا هبدا بايه، بهكسان انهكسان، هبدا اضيف الانهكسان السولفنت اللي هو اللو بولر، وابدا ايه، وابدا بعد كده اقفل من هنا التاب، واقفل من هنا الفالف، وايد من هنا وايد من هنا، وارج كويس جدا جدا، واسيبه على جنب يفصل طبقتين. هيفصل طبقه للاورجانيك لاير اللي هي الهكسان فراكشن، وطبقه ثانيه للاكواس. الطبقه اللي هي الهكسان فراكشن دي المواد من الاكستراكت بتاعتي اللي بتدوب في الهكسان، اللي زي القاعده اللي بتقول لايك يسولف لايك، اللي هي حبه السولفنت الهكسان راحت ناحيه الهكسان، هبدا اخدها افتح البلب واخدها واضيف تاني مره ومره من الهكسان لغايه ما اللاير بتاعه الهكسان فراكشن دي تبقى فين، بتبقى باهته خالص، يعني معنى كده خلاص ما عادش في مواد في الاكستراكت حبه تروح للهكسان. بعد كده ابدا اعمل فراكشنيشن بالسولفنت اللي هو مودريت بولاريتي، اللي هو البولاريتي بتاعته اعلى شويه، وليكن كلوروفورم او داي كلوروميثان، وابدا اعمل نفس الكلام، ارج كويس جدا واسيبه يفصل، واخد الطبقه اللي هي بتاعه الكلوروفورم فراكشن، والطبقه الثانيه الاكواس فراكشن ارجع احطها تاني، وازود البولاريتي، احط ان بيوتانول وهكذا، وبعد كده احط في الاخر خالص اللي هو الهاي بولر الهاي بولر سولفنت اللي هو الايثايل اسيتيت. وطبعا كل الفراكشن دي هيكسان فراكشن، كلوروفورم فراكشن، ان بيوتانول، ايثايل اسيتيت، كل الفراكشن دي هاخدها طيرها على الروتري عشان اركزها، فيبقى عندي اكستراكت للهكسان، للكلوروفورم، للان بيوتانول، ايثايل اسيتيت، كل اكستراكت من دول المفروض في المواد اللي انا عايزه افصلها، يعني المواد مثلا اللي هتبقى في ان هيكسان دي اللو بولر ستش از مثلا الستيرويدال كومباوند الفاتي اسيد، الهاي بولاريتي شويه اللي اعلى منه شويه وليكن الجلايكوسايد كومباوند، عندي الهايلي بولر زي الفلافونويد، فهبدا عارفه ان كل فراكشن من دول انا عايزه استخلص المواد الفعاله اللي موجوده فيه. طيب خلصت عمليه التجزئه وبقى عندي كل فراكشن انا عارفاه، عايزه بعد كده ابدا افصل المواد الفعاله اللي موجوده، هفصلها عن طريق الكروماتوجرافيك تكنيك. كروماتوجرافيك تكنيك دي ليها تكنيكس كتير جدا جدا جدا، طبعا هناخدهم بالتفصيل باذن الله، بس في البدايه عايز اعرف يعني ايه كروماتوجرافي. كروماتوجرافي زي ما احنا قلنا دي عمليه فصل الكومبوننت بتاعتي، فصل المركبات بتاعتي من الميكشر، عندي ميكشر مليان كومبوننت عايزه ابدا افصل المركبات، عايزه ابدا احصل على البيور كومباوند بتاعتي. طيب الميكانيزم بتاعها بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان السامبل بتاعتي الماده بتاعتي بيحصل لها مايجريشن بتوين تو اميسابل فيزز، اللي هم عباره عن ايه التو دول، واحد اسمه موبايل فيز والثاني اسمه الاستيشنري فيز. الاستيشنري فيز ده بيبقى فيكسد ثابت، الموبايل فيز ده المتحرك موفينج سواء كان ليكويد او جاز او سوبر كريتيكال فلويد. طيب ده كده شكل بيوضح لي الكروماتوجرافي تكنيكس دي بتعمل ايه. اهو عندي ميكستشر عباره عن كومبوننت كتير اصفر واحمر وازرق، عن طريق عمليه الكروماتوجرافي تكنيكس بالتكنيكات المختلفه اللي هنتكلم عليها ان شاء الله، هيبدا بقى يفصل لي المواد بتاعتي كل واحد سيبرت لوحده. فده كده معنى الكروماتوجرافي تكنيكس. طيب بقسم بقى الكروماتوجرافي تكنيكس على اساس ايه؟ اول حاجه على اساس الانتر اكشن بين الماده بتاعتي والاستيشنري فيز اللي احنا قلنا عليه الفيز الثابت الفيكسد، على اساس شكل الكروماتوجرافي بتاعي، على اساس الفيزيكال ستيت بتاع الموبايل فيز، يا ترى الموبايل فيز ده جاز ولا ليكويد ولا سوبر كريتيكال فلويد. طيب لو جينا نتكلم على الانتر اكشن بين السوليوت والاستيشنري فيز، عندي ايه؟ عندي حاجه اسمها ادسوربشن، بارتيشن، ايون اكسشينج، سايز اكسكلوجن. ادسوربشن هناخد بس كل واحد معناه ايه. ادسوربشن زي ما متوضح في الصوره كده، عندي في فرق ما بين كلمه ادسوربشن وكلمه ادسوربشن، هي الصوره موضحه كل حاجه. ادسوربشن اللي انا بتكلم عليه هنا اللي هو عباره عن ايه، ان المولكيولز بتاعتي حصل لها اكيوميليشن على السيرفيس بتاعت الماتيريال، حصل لها ادهير لزقت. لكن الابسوربشن المولكيولز بتاعتي بيحصل لها ديفيوز
بتنتشر جوه كده، جوه الماتيريال بتاعها. لكن انا هنا بتكلم على الابسوربشن اللي هي لازقه على السطح على طول كده، ده الابسوربشن. البارتيشن ان الماده بتاعتي بيحصل لها بارتيشن بتوين تو ليكويد فيز، هنا شويه وهنا شويه. طيب ايون اكستشينج زي ما احنا شايفين في الصوره بتعتمد على السيبريشن، هنا بيعتمد على ايه؟ الفصل عن طريق ايه؟ عن طريق الايون. انا عندي بيفصل ايونز، بيفصل الشارجد مولكيولر عن طريق الشحنه بتاعتي، انه بيجي يرتبط مع الماتيريال بتاعتي اللي هي بتحمل شحنه اوبوزيت ليها عن طريق ايونيك بوند، يبقى بتعتمد على الفصل عن طريق الشحنه. تمام. سايز اكسكلوجن من اسمها بتعتمد على الفصل عن طريق الحجم، ان اللارج مولكيولز عندي هي اللي بيحصل لها سيبريشن ات ذا فيرست، ولكن الحاجات بقى السمول دي زي ما يكون ايه، انها بتدخل جوه بورز كده ومش بيقدر يحصل لها سيبريشن، فبتتعطل جوه البورز دي، فبيحصل لها سيبريشن في وقت متاخر، فاللي بيحصل له سيبريشن از ذا فيرست اللارج مولكيولز، وبعد كده السمول مولكيولز بعديها بمده. فده على اساس الانواع دي، على اساس ايه؟ على اساس الانتر اكشن بين السيوت والستيشنري فيز. عندي كمان حاجه الكلاسيفيكيشن بيعتمد على شكل الكروماتوجرافي، يا ترى هو كولم ولا سي ال سي ولا بيبر. وطبعا كل الطرق اللي احنا بنتكلم عليها دي فايدتها وبتخدمني في الاخر ان انا عايزه افصل المواد الفعاله بتاعتي، بفصل عن طريق كولم، بفصل عن طريق تي ال سي، بعمل سبوتنج وبشوف المركب ده بقى بيور ولا لسه، البيبر نفس الكلام، فكلها بتخدم حاجه واحده، اللي انا عايزه افصل مركبات واوصل للمركب بتاعي بيور. عندي بعد كده التكنيكس بتعتمد على الفيزيكال ستيت للموبايل فيز، يا ترى الموبايل فيز ده جاز ولا ليكويد ولا سوبر كريتيكال فلويد ولا ايه بالظبط؟ فبرضو دي من ضمن الكلاسيفيكيشن للكروماتوجرافي. طيب انا دلوقتي فصلت المركبات بتاعتي، فصلتها ووصلت للبيور كومباوند بتاعي، عايزه اشوف بقى البيور كومباوند بتاعي ده ايه، هو عندي مثلا باودر او كلاستر او كده، انا عايزه اشوف بقى احلله واوصل للاستراكشر بتاعه عباره عن ايه. فانا هوصل بعد كده خطوه الاستراكشر الاوكسيديشن اوف ناتشرال بروتون، هبعته بقى بروتون ان ام ار، عايزه اعرف ايه هي طبيعه البروتونات اللي موجوده في المركب ده، يا ترى مثلا يا ترى البروتون بتاع سي اتش 3 ولا بتاع او اتش ولا سي او اتش ولا مثلا ولا سي اتش 2 ولا ايه بالظبط. فانا هبدا اتكلم برضو عن البروتون ان ام ار ونشوف الريزلت بتاعته بتبقى شكلها ايه، وازاي بنعمل انتربريتيشن، يعني ازاي لو انا قدامي ريزلت لبروتون ان ام ار ازاي اقدر اوصل للاستراكشر بتاع المركب ده. فده كله هناخده باذن الله. برضو ابعته كربون 13 نفس الكلام، عايز اعرف ايه طبيعه الكربون اللي موجوده، يا ترى طبيعه الكربون دي سي او اتش ولا سي تريبل بوند سي ولا سي دبل بوند سي ولا ايه بالظبط. برضو هنجيب داتا كتير ونتعرف ازاي نوصل للاستراكشر بتاع المركب من الداتا دي. عندي بعد كده الماس، انا عايزه اوصل للمولكولار ويت بتاع المركب ده، هيفيدني طبعا ان انا اعرف المركب. عندي الانفراريد، عايز اعرف ايه هي الفانكشنال جروب اللي موجوده في المركب ده، يا ترى او اتش ولا سي او اتش ولا ايه بالظبط. الالترا فايلوت، الالترا فايلوت دي بتساعدني اكتر في الفلافونويد، اللي انا اعرف ايه هو شكل الباترن بتاع المركب بتاعي ده، يا ترى الاو اتش مثلا في 7 ولا في 5 ولا في 3 و4 ولا موجوده فين بالظبط. فاليو في دي مهمه جدا جدا اللي انا اوصل للاستراكشر النهائي لمركب الفلافونويد. ال HMPC اللي هي الستيرومولكولار بوند كورليشن دي بتوضح لي العلاقه ما بين البروتون والكربون اللي هما مفصولين عن بعض مثلا ب 3 4 بوند. فكل التحاليل دي هندرسها بالتفصيل وهنجيب ريزلت لكل واحد، بروتون كربون ماس اي ار، هنجيب ريزلت لكل واحده ريزلت كتير جدا، ونتعرف بقى ازاي نوصل للاستراكشر بتاعي من الريزلت دي. طيب برضو هناخد باذن الله
بعض البرامج اللي ممكن تساعدني في الموضوع ده. عندي مثلا ده برنامج اسمه الميستري نوفا. الميستري نوفا ده بيساعدني لو انا عندي الداتا بتاعتي الريزلت بتاعت بروتون او كربون او ماس كتير قوي، بعد ما بحلل العينه بتاعتي بتجيلي الريزلت على هيئه بي دي اف وخلاص. بس انا ساعات ببقى محتاجه ايه، ببقى محتاجه مثلا عايزه اكبر السيجنال دي شويه، إيه عايزه إيه ساعات بتبقى القيم مثلا من 3 ل 4 محصوره قوي ومليانه سيجنال كتير كتير كتير، انا عايزه اوسعها شويه عشان اعرف اقرا كويس، عشان اشوف السيجنال دي، عشان اشوف مثلا المسؤول عن السيجنال دي كام بروتون، يبقى محتاج اعمل الحاجه بايديا، عايزه اشوف الانتجريشن اللي مسؤول عن السيجنال دي كام بروتون، عايزه اعمل الحاجات دي كلها، اشوف الجي كابلنج، اشوف كل الحاجات دي. فبرنامج المصري نوفا ده بيساعدني في كده، اللي انا بقى بعمل كل حاجه بالراحه واوضح كل حاجه، بحيث حتى الريزلت اللي انا شايفها ضيقه، بدل مثلا ما اقول للدكتور اللي عامل لي العينه الحته دي مش باينه، طب وسعها لي شويه، طب كده، لا ده بتبقى الريزلت هي اللي معايا وانا بقى ايه بعمل كل حاجه براحتي، بوضح الانتجريشن، بوضح القيم بتاعتي، بوضح كل حاجه موجوده. فده برنامج مهم جدا وبيساعد كتير جدا بصراحه، اللي هو برنامج المستري نوفا، ناخده باذن الله ونعرف بقى ازاي بنحط الداتا عليه، ازاي ابدا اشوف الانتجريشن، ازاي اوسع السيجنال، ازاي اضيقها، ازاي احط القيم بتاعتي، هنشوف عليه كل حاجه باذن الله. برضو من ضمن البرامج عندي اللي هو الكيندرو. طبعا خلاص بعد ما وصلت للاستراكشر بتاع المرسم عايزه ارسمه عشان احطه في الرساله بتاعتي، عشان احطه في البحث بتاعي وهكذا. فبرضو من ضمن البرامج اللطيفه كده اللي هو الكيندرو، اللي هو ايه برسم بيه الاستراكشرات بتاعه المرسم. من ضمن التكنيكس اللي هنتكلم عليها الالترا بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي الكترو سبراي ايونيزيشن كابلز ويز ماس ماس. ده بالمختصر المفيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاتش بي ال سي كابلد مع يونت ماس، فده هيديني يعني هيميزني جدا وهيديني الخصائص بتاعه الاتش بي ال سي والخصائص بتاعه الماس. يعني هيفصل الاتش بي ال سي، هيفصل لي المركبات وهتبقى بيور وهتعرف عليها. انا فصلت المركبات، هشوف بقى بعد كده بدل ما تبقى متصله بديتكتور هتبقى متصله على طول بجهاز ماس. فعايزين نشوف الجهاز ده، عايزين نشوف ازاي بحصل على النتائج بتاعته. بيفيدني قوي ان انا اعمل لايبراري مثلا للنبات بتاعي، اللي النبات بتاعي فيه مركبات كذا وكذا وكذا، اعمل لايبراري كبيره كده يعني حتى تبقى مرجع لكل الناس، ان النبات الفلاني في كل المركبات دي عن طريق اللي انا عملت اتش بي ال سي كابلد مع الماس. فده بيديني خصائص الاتش بي ال سي وخصائص الماس. طيب حتى بيديني الداتا بتاعتي في الاخر بتبقى بالشكل ده، اللي انا عندي اللي هو بيبقى الماس عندي هو اللي ظاهر كده. طيب هنتعرف برضو من خلال التكنيك ده ان ازاي برضو اما احصل على الريزلت بتاعتي ازاي اعمل انتربريتيشن ليها، ازاي مثلا بعد ما حصلت على الام اس في ام اس 2 وام اس 3، ازاي بعد ما حصلت على الام اس دي كلها اطلع المركبات. في كتير قوي في من المركبات بتبقى لها بيكس محفوظه، زي مثلا الاسترويدال كومباوند بتبقى لها بيكس محفوظه، لو انا لقيت البيك دي والبيك دي والبيك دي يبقى ده كده سترويدال كومباوند، لو انا لقيت مش عارفه كذا وكذا وكذا يبقى ده فلافونويد وهكذا. يبقى انا عندي هجيب برضو داتا عن الاتش بي ال سي كابلد ويز الماس، وازاي لو انا عندي داتا بالشكل ده كده اقدر اوصل للمركبات اللي عندي واقول ده المركب ده يعني هيبقى كذا، ده المركب ده هيبقى كذا. يبقى ده ازاي برضو بعد ما اشوف الجهاز كويس واتعرف عليه ازاي اعمل انتربريتيشن للداتا بتاعتي الموجوده. طيب عندي برضو جهاز تكنيك اللي هو اتش بي سي ال هاي بيرفورمانس لاير كروماتوجرافي. الهاي بيرفورمانس لاير كروماتوجرافي ده زي السي ال سي بس اوتوماتيد بقى. يعني ايه؟ يعني بدل ما بعمل ابلكيشن كده للسي ال سي بايديا كده، لا ده هو بيبقى بابلكيتور عشان يبقى حتى نسبه الخطا ما فيش نسبه خطا، بس بيبقى معقد شويه عن السي ال سي وبيبقى امبروفد عنه، بسميه بلانر كروماتوجرافي.
وبيستخدم ككواليتاتيف وكوانتيتاتيف اناليتيكال تيست. يعني ايه برضو بستخدمه ككواليتاتيف وكوانتيتاتيف؟ كواليتاتيف مثلا انا عندي كذا اكستراكت وليكن ليف، اكستراكت للفروت، اكستراكت للفلاور، لنبات معين، وعايز اعرف انا ممكن ابدا بانهي واحد، انا ممكن اعمل كولم لايه، انا ممكن افصل المواد بتاعتي من انهي واحد. فممكن ساعتها كمبدئيا اعمل خطوه الاتش بي تي ال سي. الاتش بي تي ال سي بقى هيوضح لي بقى ايه، ان مثلا ان الليف بتاعتك دي الاكستراكت بتاعها ده فيه مثلا 5-6 كومبوننت ميجور. الاكستراكت اللي بعد الفلاور ده فيه وليكن من 10-12 كومبوننت وهكذا. فساعتها اقول اه ده مثلا الكومبوننت اللي هنا نفس اللي هنا، يبقى انا ابدا بالفلاور، يبقى ده عشان فيه كومبوننت اكتر، يبقى ده ككواليتاتيف. كوانتيتاتيف اناليتيكال تاسك، كوانتيتاتيف عايز اعرف بقى الكميه بالظبط. انا مثلا فاصله ماده معينه وليكن فلافونويد، فاصله بكميه معينه، انا عايز اعرف لو خدت منه مثلا كذا ملي جرام، الكذا ملي جرام ده لو خدته هتبقى نسبتها قد ايه من الاكستراكت اساسا اللي موجود، والاكستراكت ده اساسا كان نسبته قد ايه من الكميه بتاعت الليف الاساسيه اللي انا واخداها. فبتبقى يعني ايه، بتبقى معتمده على الاحصاء كده، اللي انا ايه بالظبط عايزه الكميه بالظبط، خدت تركيز كام بالظبط، نسبته قد ايه. فده الكوانتيتاتيف. الريزلت بتاعت ال HBTLC بتظهر على هيئة 3D بالشكل ده. هنجيب برضو ريزلت كتير ل HBTLC ونعرف ازاي من الاشكال ال 3D دي اقدر اتوصل لنتائج بتاعتي، او اقدر ايه افك الالغاز كده واقول ايه الشكل ده عبارة عن ايه، الريزلت بتاعتي دي كويسة ولا مش كويسة. فده الشكل اللي بيظهر ك 3D للريزلت بتاعت ال HBTLC. الادفانتج بتاعته انه فيري سامبل، بيحتاج لكميه قليله من السولفنت الموبايل فيز، الوقت بتاع الاناليسيس بيبقى فيري شورت، ممكن اعمل ابلكيشن لكذا عينه في وقت قليل قوي، وقلنا ان احنا بنعمل سبوتنج بالابلكيتور فبتبقى نسبه الخطا يعني تقريبا ما فيش، على عكس السي ال سي لو انا بقى بعمل سبوتنج او بعمل سبوتنج للسبوت او سبوتنج الباند ايديا ممكن تتهز شويه نطلع شويه ننزل شويه، فبتبقى نسبه الخطا برده فيها موجوده. ده بالنسبه للاتش بي تي ال سي. هتكلم بعد كده على البيولوجي اكتيفيتي اللي هي عندي انتي انفلاماتوري، عندي انتي اوكسيدانت، عندي انتي كانسر، عندي انتي مايكروبيال اكتيفيتي. من ضمن الحاجات برده اللي هتكلم عليها هو المولكيولر دوكينج. يعني ايه بقى المولكيولر دوكينج ده؟ المولكيولر دوكينج يعني انا بعمل موديلنج، بشكل المولكيول بتاعي على اساس ان انا اوصل لافضل اورينتيشن، افضل اورينتيشن بحيث يحصل بايندينج عندي بتوين التارجت بتاعي اللي هو الدراج مثلا والليجاند اللي هو سمول مولكيول، عشان اوصل لافضل اورينتيشن ممكن اما هما الاثنين يحصل لهم بايندينج مع بعض. اللي انا بمعنى اخر اللي انا بوصل للبيست ماتشنج بتوين تو مولكيولز، ايه هو افضل وضعيه بالنسبه للليجاند اما ترتبط مع التارجت اللي هو الدراج بتاعي. طيب المولكيولر دوكينج ده بيفيدني، المولكيولر دوكينج ده بيفيدني ان انا بتعرف على ايه هو افضل بايندينج ممكن اللي هو بسميه بوز، ايه هو افضل بوز اما الدراج بتاعي يرتبط مع الليجاند اللي هو بسميه بايندينج مود. بستفيد منه برضو ان انا بتعرف على بريدكت البايندينج افينيتي، البايندينج افينيتي اللي هو السكورينج فانكشن اللي هو المركب بتاعي عمل بايندينج مثلا عمل كام انتر اكشن، عمل كام هيدروجين بوند، مثلا عمل كام هيدروفوبيك بوند، ارتبط معاه، يبقى السكورينج بتاعه عالي ولا قليل ولا ايه بالظبط. فانا عايزه اتعرف على البايندينج افينيتي، هيفيدني ان انا اتعرف على الميكانيزم بتاع الدراج بتاعي ده، وليكن الدراج بتاعي ده او الماده بتاعتي دي بتستخدم كانتي كانسر، طب هي بتستخدم كانتي كانسر ازاي؟ فالمولكيولر دوكينج ده بيفيدني في الموضوع ده قوي، بتعمل اكتيفيشن ولا انهبشن لفانكشن معينه، فده اللي انا بستفاده من المولكيولر دوكينج. حاجه بسيطه كده مثلا عندي المركب ده اهو، ده كده مثلا الشكل بتاع المولكيولر دوكينج لو انا عندي المركب بتاعي مرتبط بكي امينو اسيد،
عندي مثلا جلايسين، تيروزين، فينايل الانين، وهكذا وهكذا وهكذا. ببدا اشوف بقى الشكل الفراغي بتاعه ايه اما يجي يرتبط مع الكي امينو اسيد. طب ارتبط مع كام امينو اسيد؟ هنا مثلا في المثال ده موضح لي انه مرتبط مع ثلاثه. ثلاثه يعني هلاقي مثلا ان السكورينج فانكشن بتاعته عاليه، ان الاكتيفيتي بتاعته تمام عاليه، انه مور ستيبل. لو هو مور ستيبل في بسميه في البايندنج بوكت دي، انه الارتباط ده بسميه بايندنج بوكت، يبقى هو مور ستيبل، يبقى ده كده هيديني الاكتيفيتي بتاعتي هتبقى عاليه باذن الله. طيب اعرف منين بقى مثلا في الشكل ده انه مور ستيبل ولا ليس ستيبل؟ من الحاجات الزرقاء اللي موضحه دي، الدوائر دي، الدوائر الزرقاء اللي موضحه في المركب دي معناها انه مخبط في حاجات ثانيه، انه مخبط في مولكيولز ثانيه. هو يعني عادي احتمال ممكن الاقي الاجزاء الزرقاء دي، بس لو زادت عن الاخر، لو زادت كتير معناها ان المركب ده ليس ستيبل، المركب ده يعني في حاجه حشريه، مش هو المفروض يبقى ايه؟ يبقى فليكسبل كده وبيتحرك عشان يبقى مور ستيبل. فالحاجات الزرقاء دي معناها كل ما كترت كل ما معناها انه مخبط في حاجات اكتر واكتر، يبقى لازم اغير اعمل موديلنج اكتر في المركب عشان الاجزاء دي تختفي شويه. فده بالنسبه للمولوكيولار دوكينج. عندي بعد كده ناخد باذن الله الماكرو والمايكرو مورفولوجيكال ستادي. قلنا ده بيفيدني ان انا بتعرف على الدراج، بتعرف على الايدنتيتي بتاعته، هو عباره عن ايه، هو بيور ولا لا، من خلال شكله الظاهري وشكله تحت الميكروسكوب. فاحنا ممكن ناخد ساعتها ندرس الليف، الفلاور، البارك، الفروت، الباودر فورم بتاعهم، نشوف كل واحد من دول ايه اللي بيميزه من بره وبيميزه تحت الميكروسكوب، كي اليمنت مهمه قوي لكل اورجان من دول بيميزه تحت الميكروسكوب. من خلال الكي اليمنت دي اعرف ده بيور ولا مثلا حصل له ميكسد مع اورجان ثاني ولا ايه بالظبط. فده بيفيدني ان انا اتعرف على الدراج بشكله الكامل. وبكده باذن الله نكون خلصنا المحاضره. ويا رب تكون محاضرة خفيفة كده ولذيذة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر ليك يا دكتورة، الحقيقة محاضرة رائعة، ومش بس خفيفة، هي مليئة بالمعلومات القيمة، واللي بتفتح لنا الحقيقة مزيد من الأسئلة. يعني هي بتفتح الشهية على المزيد من الأسئلة وعلى المزيد من الحاجات اللي احنا عايزين نتعرف عليها. يعني حضرتك شرحت بمنتهى البساطة ازاي بنستخدم ال HPLC، ودخلتي كمان وريتينا التطبيقات المختلفة، ووريتينا كمان ازاي بنستخدم برامج زي الكيم درو وبرامج اخرى في تحليل الداتا، وده اعتقد يعني عايز له كمان محاضرة من حضرتك. وطبعا دخلتينا كمان في حاجة مهمة قوي، الملوكلر دوكينج، وده موضوع كبير قوي وبالنسبة لنا عشان بيأهلنا بعد كده طبعا للدراج ديزاين. فبصراحة حضرتك فتحت أبواب كثيرة يعني ومجالات كثيرة بالمحاضرة دي، مش بس يعني زودتي عطشنا أكتر للمعرفة في الموضوع دوت، ونحن نتعلم فيه أكتر وأكتر. فإحنا بنشكرك الحقيقة على وجود حضرتك معانا، ألف شكر لحضرتك. ربنا يخليكي، وشكرين على وجودك معانا. وهنفتح باب الأسئلة، ربنا يخليك، هنفتح باب الأسئلة للزملاء. طبعا المحاضرة بس عشان في ناس بتسأل كتير، إن شاء الله المحاضرة مسجلة ويتم رفعها على منصة علماء النخبة، ويتم رفعها على اليوتيوب طبعا، وهنشير اللينك معاكم على اللينك بتاع التليجرام بتاع منصة علماء النخبة، وإن شاء الله الزملاء هيشيروها معاكم. نفس الأماكن اللي انتوا عرفتوا منها المحاضرة هيتم نبعتها لكم، ومنصة علماء النخبة هتحط لكم على الشات بتاع التليجرام، وهنبعت لكم عليها المحاضرة بعد رفعها على اليوتيوب بإذن الله تعالى. دلوقتي هو الوقت، الدكتورة شماء شارتها بالفعل على الشات، فدي اللينك بتاع منصة علماء النخبة على التليجرام. أي محاضرات بنعملها بنبعتها عليها على طول، بنبعتها على طول على المنصة، وبتشوفوها وتشتركوا فيها ان شاء الله تعالى. خلال الفترة القادمة دكتورة مي مرسي بإذن الله يعني تتعاون معانا في عمل دورة تدريبية مستوى اول
ال HPLC والتطبيقات بتاعته المختلفة، وطبعا هناخد كل الأسئلة بتاعتكم والاقتراحات بتاعتكم اللي هناخدها من محاضرة النهاردة، وهنبدأ نعمل لها إن شاء الله محاضرات مع الدكتورة مي ومع الزملاء ومعانا في منصة علماء النخبة، ونبدأ إن احنا نعملها ننسقها معاهم بإذن الله تعالى.